دموع قبلات في عقد قران احمد خالد صالح وهنادي مهنا. انتهت منذ قليل مراسم عقد قران الفنان احمد خالد صالح وهنادي مهنا والذي اقيم بمجلس الشرطه بالتجمع. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل وظهر خلالها الموسيقار هاني مهنا وهو يبكي بعد انتهاء عقد القران، كما بكت ايضا العروس ووالدتها. وجاء عقد القران بعد مرور 10 اشهر على خطبتهما. والتي أعلنت في ديسمبر الماضي. يذكر أن أحمد وهنادي اشتركا سويا في رمضان الماضي لمسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر.